عندما رفع الحبيب من صلاته وقال سمع الله لمن حمده، سمع صحابيا يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحبيب بعد فراغه من الصلاة من قائلها؟ قال أنا يا رسول الله. قال إني رأيت 30 ملك، أي نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. من عظم هذا الحمد الذي عبأ الحامد السماوات والفضاءات وكل مكان.